واللي زاد مرضني انايا هي هاد الجمعيه ديال ما تبقاش ولدي ما شافوش بحال دابا هذوك القناص اللي في الجبال كيتزوجوا على 16 عام على 15 عام واش هذوك ماشي انسانين هادوك ماشي انسان بقات فيهم هاد اللعبه هادو انا اصلا ما قلت شي حاجه اللي انا قلت لك في الاول كلشي كيبارطاجي فين ما مشيت كنسمع شر زيد كوبيات الصفحه حتى هما سكتات سبكتك كلشي ركب الموج ابقى ناقص غير مع الفطور نسمعوها في شي اشهار ديال حبوباتي في التلفاز كل ما عجبتكم كاع ما تبارطاجيوها دونك بلا ما تجيو دابا ديروا فيها نقام نقاوات سيت ما كنعممش ولكن راه فريمون كاينه واحد سكيزوفرينيا كاين واحد النفاق في لي كومونتير شي وحده كتلقاهم غير البارح مكليبيا فيلم ديال الخليع على شرك بيئتي اما شي وحدين صمكو ودنيهم بها واليوم قالك تتلقاهم في لي كومونتير دايرين ديبا وكياكلوا في الحمام ما كنعممش ولكن شتي كون جات عليا يتحس بالفاعل ويتحس حتى اللي شجعوا باش ولات منو بكيه هواوي راه دار ولكن شنو المشكل عندنا حنايا هي انه دا داكشي انتشر وراه انت اللي شرتي شوف انا هنا راه ما كنهضرش على شر كوبيات هادي جات في الطريق راه كاين ما اكثر راه خاصنا نكونوا صريحين مع راسنا راه البورسونتاج كبير ديال المحتويات راه رداله وللاسف ملي ولا المحتوى نقي كيجيب القنط والمحتوى الزباله هو اللي شابع كومونتيرات وشابع تفاعل ومعذره ما يبدل المحتوى حيت سو سامبلومون ما كاين معان للاسف الاغلبيه غاديين فيغ لو شوت والسبب هو حنا اللي كنشجعوا هاد المحتويات واش كذبت دخلنا عليكم بالله واش كذبت المحكمه تفتح ملف اغنيه شر زيدي كوبئتي تم اعتقال صاحب اغنيه شر زيدي كوبئتي بسجن بوركيز بفاس كيف ما كنعرفوا هاد الاغنيه غناوها جوج يوس 45 ومانغراف شر زيدي كوبئتي اغنيه اللي درت بوم في وسائل التواصل الاجتماعي الاغلبيه بارطاجاها ما عرفتش يمكن حيت عجبات الشر زيدي كوبئتي اغنيه اللي مزجات ما بين الراب واحيدوس الشر زيدي كوبئتي اغنيه اللي تبارطاجات لدرجه وصلت عند الناس اللي انتقدوها بل قدموا شكايه في حق اصحابها وانا كنهضر هنا على جمعيات حقوقيه اللي حطت شكايه بالدراري بجوج اللي غناو شر زيدي كوبئتي الدراري بجوج لا يوس 45 ولا مانغراف في كاع الخرجات ديالهم كنشوفوا كيفاش كيدافعوا على هاد الاغنيه وكيقولوا باللي تم تاويل كلامهم بالخطأ أصحاب أغنية شر زيدي كوبئتي كيقولوا بلي الأغنية ما كتحررش على القصيرة بل كتوجه رسائل تحذيرية للآباء هاد ليامات النيابة العامة بناء على الشكاية اللي تحطات من جمعيات حقوقية تبعات واحد من الدراري اللي غناو شر زيدي كوبئتي مانغراف واللي الكوبلي ديالو هي اللي كانت دارت جدل كبير راس أرى من اللور خاص غيكون المدور بون مانغراف رابر ولد فاس عازب 30 سنة متابع في حالة اعتقال بتهم تعريض القاصرة تقل من 18 سنة على الدعارة وتحقق على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شروط العلنية والمشاركة في ذلك بون مانغراف كان خرج في واحد الانترفيو دار ريفيو الكوبلي ديالو اللي دار جدل كبير ووضح اش بغى يقول حيت بالنسبة ليه تم تأويل كلامه بالغلط يعني هادشي أنا كنعايشو انا كرابو كنكتب ديك الشيء الواقعي يعني انا كنت كنخرج كنشوف بنات الطابليات تركبوا في المواتر قالت لي ديك اللعبه في راسي كتبتها يعني انا قلت ارى من اللور زعما كيركبوا من اللور خاص غير يكون الموتور يعني كيعشقوا في الموتور خاص غير يكون عندك الموتور يبغيوك لا مانغراف ولا يوس 45 بالنسبه ليهم أغنية شر زيدي كوبئتي أغنية اللي نجحات وهادشي اللي كيفسروا عدد المشاهدات ديالها بون مؤخرا الأغنية ما بقاتش في يوتيوب ما بقاتش تنظر في كاع لي بلاتفورم تبانات تنظر لهذا السبب ريت ما عرفش ولكن اللي عرفه أن الدراري فرحوا بالنجاح ديال الأغنية أو بالأحرى عدد المشاهدات اللي جابتهم الأغنية هادشي علاش عاودوها بنفس القالب داك المزج ما بين موسيقى الراب وأحيدوس ولكن بكلام آخر غير هاد المرة ملي سولت قالوا لي بلي الكلام واضح أكثر على حسب هضرتهم كلام اللي ما فيهش داك دوبل سونس الا بغينا نقولوا باش يتفاداو كاع المشكل طبعا في انتظار كلمه القضاء شاركوني الاراء ديالكم كانت معكم فاميليا السلام عليكم